الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية ويجدد العهد بالحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها. خلال الاحتفال بليلة القدر، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الراسخ بالسعي نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة، وحماس تعلن توجه وفد للقاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مع فترة رئاسية جديدة، يجدد الرئيس السيسي العهد على رعاية مصالح الشعب والحفاظ على سلامة أراضيه. واليوم يأتي إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس السيسي ليؤكد من جديد أن الشعب المصري كان هو البطل والمعلم الذي واجه الصعاب والتحديات. عايز اقول لكم على حاجه يعني حاسمه في حياه اي مسؤول. مفيش مسؤول قوي الا بناسه. طبعا مقلب حديد بمين؟ انا لما بقول الكلمه ديت معناها ايه؟ معناها بالناس. بالناس. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور مختلف طوائف المجتمع. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر حفل الإفطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة، كما حضر حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير وواسع من مختلف طوائف المجتمع المصري، فضلا عن كبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب والإعلاميين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيه إلى أن تكون مصر في صدارة الأمم، وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له في حفل إفطار الأسرة المصرية، قال إن الأمة المصرية العريقة هي التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وكانت رمزا للقوة. شعب مصر العظيم، بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظا على سلامة أراضيه. واليوم أعهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي. أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري كان هو البطل والمعلم الذي واجه الصعاب والتحديات. ووجه الرئيس السيسي تحية إعزاز إلى رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، ووجه التحية أيضا إلى كل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها. ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات، لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجه وابنه، قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن، وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلاً.
من أبطال هذا العقد الفريد. شدد الرئيس السيسي على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص. كما تعهد الرئيس السيسي بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي والتي بدأت منذ دعوته لإطلاق الحوار الوطني في إبريل عام 2022. الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022 والتي دعمت مخرجاتها الأولى. واسمحوا لي أن أنا أخرج هنا يعني مدة دقيقة، إحنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء إداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولا أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين إن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر. في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة السطر. أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تمر بالكثير من التحديات التي لها تأثير كبير على مصر. شدد الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية على ضرورة الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية. احنا في مرحلة فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحلة دي اللي هي بتمس منطقتنا احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض اكتر، لان احنا ممكن نجابه اي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره، بان هنا يبقى الكتله مصر، الراي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، إن هي تبقى فاهمة إن في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، لأن إحنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي إحنا بنعيشها، في منطقتنا وفي الإقليم وفي العالم، وأكيد هيبقى ليها، أكيد هيبقى ليها تأثير. We'll be right back.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعددا من الوزراء ورجال الدين. وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ليلة القدر المباركة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة والعبر السامية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه المعاني الكريمة لليلة القدر هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات. إن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة، فعطاء الله الجليل اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله عز وجل دون عمل وكفاح. ولعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات. يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم. أكد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أن مصر لن تتوالى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع. وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على أن مصر لم تتوانى ولن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع، ومؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال احتفالية ليلة القدر كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أغسطس الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه لاستعراض معايير إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، أوضح مدبولي أنه كان ضروريا أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، مضيفا أن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير. وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الاجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار وفي هذا الإطار لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.
تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي، وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية. وأكد التقرير الذي استمع له رئيس الوزراء أن المنظومة تعاملت مع 2375 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا في شهر مارس، كما تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارت تكافل وكرامة، اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين. كما تم التعامل أيضا مع 2075 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ضمن جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع بهدف حماية الفئات البسيطة. في إطار الجهود المستمرة والتي تبذلها مصر لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنسانية من مصر والأردن على مدار يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجاري، ولا تزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة مستمرة. يأتي ذلك في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز سي 130 وكاسا تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي الخامس والسادس من شهر إبريل الجاري لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، وشهد المعبر اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، استمرارا لمتابعة المجهودات المختلفة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق معبر رفح المصري، ومرورا بالطبع بمدينة العريش ومطار العريش، نتابع أيضا
دخول هذه الشاحنات الإغاثية. عدد الشاحنات الذي يدخل تقريبا يوميا من معبر رفح المصري ما يقرب من 50 إلى 100 شاحنة تقريبا يدخلون إلى الأشقاء في فلسطين. بالطبع يتم توزيع هذه الشاحنات للدخول عبر عدد من المعابر، أهمهم بوابة معبر رفح المصرية، وأيضا بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى أشقاء فلسطين. أيضا هناك معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، معبر نتسانيا لدخول هذه المساعدات بعد أن يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، ويتم عرقلة دخول هذه المساعدات قبل دخولها إلى الأشقاء في فلسطين. طبعا نتحدث عن مجهودات كبيرة من الجانب المصري لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية، خصوصا مع استقبال عدد كبير من المساعدات الإغاثية عبر مطار العريش الدولي من أكثر من 29 دولة و14 منظمة. نتحدث أيضا عن خروج عدد كبير من المصابين الذين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة، تحديدا في العريش وبئر العبد، وأيضا عدد من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في القاهرة وغيرها من المحافظات. نتحدث أيضا عن أنباء طبعا مجهودات مصرية أيضا كبيرة، ويعني لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار باستضافة الأطراف المختلفة داخل الأراضي المصرية. هذه المجهودات ما زالت مستمرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأيضا دول عربية أخرى لإدخال المساعدات ولوقف دائم لإطلاق النار. نتحدث عن بالطبع يعني احتمالية لزيادة عدد الشاحنات تدخل عبر البوابات المصرية لأكثر من 300 إلى 400 شاحنة يوميا بناء على المجهودات المصرية المختلفة. والآن هنا من مدينة العريش ننقل لكم الصورة وعودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وجهت البعثة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب على قطاع غزة والتي تضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان الفلسطينية الشكر لمصر على التعاون الكبير من المؤسسات الصحية الرسمية، مؤكدة أن 70% من المساعدات الدولية المقدمة لقطاع غزة حتى مطلع مارس مصدرها مصر. هذا وقد أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة. هذا وقد انتهى فريق من محققي البعثة المشتركة من جولته في زيارة للمستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وإقليم القاهرة الكبرى لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة والذين يتلقون العلاج في مستشفيات بتلك المناطق. نحن بحاجة لأن نقوم بعملية توثيق تستكمل ما يقوم به زملائنا على الأرض في قطاع غزة بصفة خاصة، ولقينا عندنا فرصة من خلال رعاية مصر اللي بتقدمها إلى الجرحى والأشد احتياجاً وأقصى احتياجاً واللي في حالة خطر أكبر. توجهنا بطلب للسلطات المصرية اللي وافقت يعني في خلال أقل من 24 ساعة، ده كان أمر إيجابي جداً. تحركنا إلى شمال سيناء، زرنا معبر رفح، زرنا مركز لوجستي في العريش، زرنا مستشفيات العريش والشيخ زويد وبير العبد، وبعدين عملنا جولة في منطقة قناة السويس، زرنا مستشفيات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ثم معهد النصر في القاهرة ومستشفى جامعة الشمس في مدينة العبور في الأيوبية. وكانت هذه الفترة فترة في الحقيقة قدرنا نوثق 85 من الحالات جرحى، اللي 78 منهم نساء وأطفال، واللي هم كلهم 100% من المدنيين. التقرير ببساطة شديدة بيعكس ما قامت به البعثة في مرحلتها الأولى بالانتقال إلى الجرحى الفلسطينيين الموجودين في مصر في محافظة شمال سيناء في مدينة بئر العبد ومدينة العريش ومدينة الشيخ زويد، والانتقال إلى الجرحى الموجودين في محافظات مدن القناة والصعيد والسويس والإسماعيلية، والموجودين بالقاهرة بمستشفى معهد ناصر، والموجودين في القلوبية مستشفى عين شمس تخصصه بمدينة العبور. والتقينا بحوالي 500 جريح ومصاب، وثقنا شهادة 85 من الجرحى. لولا الجهود الدولة المصرية في تسهيل عمل هذه اللجنة والإدارات الصحية في الوصول إلى تلك المستشفيات والالتقاء بالطواقم الطبية وبالضحايا لم يكن لهذا التقرير أن ينجز، والتقرير بالغ الأهمية لأنه يمثل شهادات حية للضحايا للمكلومين من النساء والأطفال ومن هم موجودون من مصابين في المستشفيات المصرية، ممن تعرضوا إلى القصف، ممن أبيدت عائلاتهم.
أعلنت حركة حماس أن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد 7 أبريل. أوضحت الحركة أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مصر والتي تطلع بالدور وسطة في إطار جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي بيان لها أكدت حركة حماس رفضها التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مطالبها تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وإغاثتهم وإيوائهم، فضلا عن الاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى جدا. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة يعانون من الجوع والخوف. يأتي ذلك في حين أفادت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أدت لاستشهاد 46 فلسطينيا بغزة خلال آخر 24 ساعة. بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33,137 شهيدا و 75,815 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطارها السنوي بمحافظة الدقهلية بمشاركة مسؤولي مراكز وقرى المحافظة، كما شارك في الحفل عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا عطاء ومجهودا كبيرا في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الدقهلية. في مشهد يعكس الترابط بين جميع أعضائه، شهد مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية إفطار مؤسسة حياة كريمة السنوي الذي جمع متطوعين من مختلف مراكز وقرى المحافظة. احنا النهاردة عاملين الإفطار السنوي بتاع المؤسسة وكل سنة بنعمله. النهاردة عندنا حوالي 700 متطوع جايين من على مستوى مراكز الدقهلية كلها. كل سنة بنعمل إفطار جماعي سنوي يعني بمناسبة مؤسسة حياة كريمة. السنة اللي فاتت كنا في شربين، واللي قبليها كان في المنصورة، والسنة دي إن شاء الله في مركز بني عبيد. يعني بنجمع كل المتطوعين وأهالي المركز، ويعني بتبقى مائدة رمضانية. بنفطر طبعا مؤسسة حياة كريمة. حاليا اهتمام غير عادي بكل مشروعات الدولة المصرية، في كل من سواء مشروعات صحية، مشروعات تعليمية، مشروعات بيئية، مشروعات طرق وكباري، اهتمام غير عادي ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل إنسان. الهدف من الفطار النهاردة ان احنا كيان واحد، ان احنا مؤسسة حياة كريمة، احنا أسرة واحدة الكل فيها برغم اختلاف الفروق في التخرج. يعني في هنا هنلاقي في دكاترة، هنلاقي فيه مهندسين، موجود في جميع التخصصات، فإلا أن الكيان هنا واحد. كل سنة في رمضان بيتعمل إفطار جماعي، بنجمع فيه المتطوعين بتوعنا زي مكافأة أو تجمع، بنفطر فيه مع بعض تكليل لجهود طول السنة للمجهود اللي بنعمله. فعالية سنوية اعتادت عليها مؤسسة حياة كريمة لتجميع كافة المتطوعين بالمؤسسة في حفل واحد لتعزيز أواصر الترابط بين مختلف أعضاء المؤسسة التي قدمت وما زالت تقدم العديد من الخدمات والمشروعات التنموية. بالنسبة لنا عيد النهاردة بالنسبة لنا كفرح، مش حاجة كده يعني، كلنا بنبقى زي عائلة واحدة، كلنا بنتجمع مركز شربين على مركز بني عبيد. بصراحة احنا بالنسبة لنا كمركز بني عبيد كان لينا الشرف جدا ان حياة كريمة تنزل تعمل إفطار جماعي هنا. وبالنسبة لنا كشباب بصراحة احنا في غاية السعادة جدا 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 ان احنا حياة كريمة ما نزلت عملت الإفطار ده. متعودين في مؤسسة حياة كريمة ان احنا كل سنة في هذا الشهر الكريم ان احنا بنكافئ رجالة حياة كريمة اللي بيتعبوا على مدار الموسم
في عطاء مستمر في الشارع، بنزول الشارع وبيساعده مساعدات كتيرة للمحتاجين في كل مكان في مصر. النهاردة الإفطار الجماعي بمثابة لم الشمل لمركز لمحافظة الدهلية، كلنا بنتجمع مع بعض بننشر روح التعاون والمحبة بيننا، حاجة جميلة جدا. وبالنسبة لدور حياة كريمة فاحنا في مركز بن عبيد هنا عملنا حاجات كتيرة جدا، من أهمها مشروع المدارس القائمة. مؤسسة حياة كريمة دايما لما شملنا ودايما إفطار سنوي في رمضان، وكان انضمامي للحياة كريمة يعني حاجة مميزة في حياتي يعني في كل حاجة. حاجة مش غريبة على حياة كريمة ديت، المتعودين منها كل سنة بنلف جمهورية مصر العربية كلها بحيث ان احنا نجمع شمل المصريين كلهم. حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية يقام سنويا في إحدى مراكز المحافظة دعما للجهود الكبيرة التي يقوم بها المتطوعون على مدار العام، ولنقل صورة من صور المحبة والتعاون بين أبناء الفريق الواحد لتوفير حياة كريمة لأهالي الريف المصري. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. وآخر أخبارنا عن الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. إذن انتهت نشرة الأخبار، ولا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية ويجدد العهد بالحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها. خلال الاحتفال بليلة القدر، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الراسخ بالسعي نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة، وحركة حماس تعلن توجه وفد للقاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار.